كنت أسير في طريق يبكي الحرارة وينتحب. نسيتني؟ انت مش فاكرني؟ انا فلان كنت معاك في ابتدائي واعدادي. حقيقي احنا فصلنا زمان كان 64 تلميذ في الفصل، كان منهم تقريبا 24 محمد ولا 14 اسمه محمد، وكنا شله كده، يعني يبدو ان هو منهم بس انا مش فاكر. عمال استجمع ذاكره السنين. شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وعمال يرجع له مثلا 70 80 سنه عشان يفتكر، ما فيش، اجيب منين يا ناس؟ وعمال افكر فيه مش جايبه، والراجل كل ما يحس يبص في عينيا كده يلاقيني مش فاكر، يزداد اشتعالا في البكاء واجهاشا في البكاء، فمديت ايدي اوقفه مش عايز يقف. حقيقة انا بقول لكم دلوقتي يمكن حد بيضحك وحد بيبتسم، بس انا بتمالك نفسي بالعافية. وتصوروا معايا الموقف، عمال يقول انت نسيتني؟ في ثلاثة مواضع في القرآن ثلاثة أسباب لنسيان الله عبده. السبب الأول نسوا الله.
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر أفضل عمل على الإطلاق. والذكر هو أيسر العبادات جميعا وأخفها على القلب والبدن. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. من فوائد الذكر أنه ينزل العبد في دار الإنابة ويورثه الخشية. ذكر الله تبارك وتعالى دلالة على حياة القلب، دلالة على محبة العبد لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وإذا ذكر العبد ربه ذكره ربه وذكر الله له أكبر. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أن تستشعر بذكرك لربك ذكر ربك لك. والله العظيم لو لم يكن في الذكر من الفوائد إلا هذه لكان حريا بالمؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة ألا يفتر لسانه عن ذكر الملك جل جلاله. من فوائد الذكر أن الذكر يطرد الشيطان بعيدا عن الإنسان. أنت عارف عندما تذكر الله أنت بذلك تكون في معية الله. الذكر يرضي الرحمن عز وجل، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من تذوق طعم الرضا. ذكر الله عز وجل هو الذي يطمئن القلب، ولا شيء يطمئن القلب غير ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيوة الذكر، علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، علينا أن نلازم ذكر الله عز وجل. لا تذكر الله صاحب النعم عليك، صاحب الفضل عليك. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرست له شجرة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. يلا اشتغل، انشغل بالذكر.